وتحديدا بداية من سنة 2001 قدر انه يحقق كاس مصر 9 مرات، وهو اكتر فريق حقق كاس مصر خلال الفترة اللي فاتت. يعني بطولة الكاس من 2001 لغاية دلوقتي اقيمت 21 مرة، السنة دي هي النسخة ال 22. الزمالك قدر يفوز زي ما قلت لكم 9 مرات، وبعده الاهلي 7 مرات، حرس الحدود مرتين، انبي مرتين، والمقاولين مره واحده بس. يعني انت بتتكلم، انا ليه بستعرض معاكم الارقام دي؟ عشان اقول لك ان دي يعني البطوله اللي انا بقول عليها البطوله المفضله عند جماهير نادي الزمالك، والبطوله المفضله عند نادي الزمالك خصوصا في السنين الاخيره. يعني في اخر 10 سنين مثلا الزمالك حقق اللقب 6 مرات، فده بيوضح لك قد ايه البطوله دي مهمه جدا 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 عند جماهير الزمالك. انت محتاج تحقق الفوز. انا مش بس بكلمك على مباراه النهارده، مش بس بكلمك على خطوتك الاولى النهارده، انا بكلمك على مشوار طويل جدا في البطوله دي انت محتاج تحققه، محتاج تصالح جماهيرك. انت بديت الموسم بتاعك بانك توجت ببطوله افريقيه وهي الكونفدراليه، ولكن محتاج معاها كمان بطوله زي بطوله كاس مصر زي ما استعرضنا دلوقتي، هي البطوله المفضله والمحببه لدى جماهير نادي الزمالك. جوميز مدير فني عمل شغل كبير جدا مع الفريق الاول، يستحق ان هو يحرز ويحصد بطولة أخرى كمان مع الفريق الأول زي كاس مصر. فالبطولة السنة دي زي ما بقول لكم، أو زي ما قلت، الخطوة الأولى هي اللي هتفرق، إن أنت تحقق فيها انتصار مقنع، فوز يعني يزود ثقة اللعيبة، فوز يزود ثقة الجهاز الفني. فأنا بتمنى لهم النهاردة كل التوفيق. مباراة صعبة، ولكن أنا دايما واثقة في الجهاز الفني، مع الجهاز المعاون، مع لعيبة نادي الزمالك النهاردة. الفوز مهم، ولكن إن شاء الله إن شاء الله قادرين النهاردة إن هم يكسبوا على بروكسي بأداء رائع إن شاء الله.